مرحبا بكم في قناة التربية والتعليم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. نعم، ديروا عليه دائرة. وهذا لا، وهذا نعم، ملا نديرو عليه دائرة. وهذا لا، هذا او. وهذا هو لا نعم، نديرو عليه دائرة. وهذا لا، هو يشبه الأب بصح شوي طويل هذا نتاعو، مالا هو دي. نفوتو التمارين الثالث. J'entoure tous les A que je vois. Parapluie. فيها وينهم؟ هنا هاوليك واحد، وكاين واحد اخر وينو؟ او هنا، هذا هو الثاني. دركا ما كانش واحد اخرين. نفوتو للثانية، الكلمة الثانية. اناناس. فيها ا؟ نعم، هيا نحوسو عليه. الا الاول هو في اول الكلمة. وهذا وكان ا واحد اخر وينو؟ هاوليك الثاني. و ثالث وينو؟ ها. نفوتو الكلمة الثالثة. كارتابل. هاي نحوسو على الأ، حوسو على الأ. الأ الأولى هاي ليك، نديرو دائرة. والثانية وينها؟ هاي ليك. نفوتوا الكلمة الرابعة. تابل. فيها ا؟ تابل. هيا نحوسوا عليه. هاوليك واحد، ما تبقى لناش ا. ملا نفوتو الكلمة الخامسة. أمينة. نحوسو على الأ. هاوليك أ واحد في أول كلمة. نديرو عليه دائرة. وينو الأ الثاني؟ أمينة. نسمو زوج أ. وينو الثاني؟ هاوليك الثاني. نفوتو الكلمة السادسة. أمل. نسمو فيها غير أ واحد، مالا نديرو عليها دائرة. وين أ ينحوسو عليه أولا؟ هاوليك في أول كلمة حتى هو. وهكا لقينا كل أ ودرنا عليهم دائرة كيما راكم تشوفو. دركا نفوتو التمارين الرابع. جيكري سور مون اردواز بي جو روكوبي دون مون كايي. معنتها نكتب في اللوحة نتاعي ونعاودها في الكراس نتاعي. هاي اللوحة نكتبو فيها كيما هما الأ. كيف نكتبو بالطريقة الصحيحة؟ هنا دارتكم سطر واحد، انا راح نكتبو كبير باه نبين لكم، بصح نتوما كتبوه في السطر الاول. نبداو بالأ مينيسكول. هذا أ مينيسكول، اسمه أ مينيسكول. نبداو بسم الله. ديرو كشغل نصف دائرة وتزيدو لها خط. يفوت شوية. نعاودوها ثلاث مرات.
نص دائرة بعد خط وتفوتها شويك دائرة بعد خط وتخرجها شويك دائرة بعد خط وتخرجها هك. عودناها ثلاث مرات. مالا درك نفوتو الأ ماجيسكول. هذا أ ماجيسكول نستعملوه مثلا كي كتبنا مثلا جملة ولا نبدأ قصة، نبدأ بالأ ماجيسكول، ولكن حطوا نقطة نعودوها بالأ ماجيسكول. نبدأ بالأ ماجيسكول، انتم ما كتبوه ثلاث أسطر، شوفوا واحد اثنان ثلاثة، شتو؟ بصح أنا باه نبينهولكم نديرو كبير. نعودوها ثلاث مرات. هكذا، هذا هي طريقة كتابة الأ. درنا حرف الأ ودرنا حل التمارين الأول. وإذا عجبتكم طريقتي ما تنسوش تديروا لايك وتضغطوا على زر الإعجاب، وطبعا تشتركوا في القناة. انتظروني في فيديوهات قادمة. إلى اللقاء.